كانت قطعة أرضية مساحة ديالها 98 متر، تجزئات قزنايا، تجزئات جامعي ديال قزنايا. قطعة أرضية هي هذه 98 متر، عندها جوج الواجهات، الشارع د 12 من لهان والشارع د 12 من هنا. ها الواجهة الأولى على الشارع د 12 من هذا الاتجاه، هذا الطرق ديالها كتجي من هنايا. ها مدرسة أوفاس معانا تما، ها قطعة أرضية هي هادي، ها قطعة أرضية جات شوكة عندها دوفة جوج الواجهات، عندها الشارع د 12 والشارع د 12. الثمن ديالها 8000 درهم فيها بركة المفاهمة، الثمن ديالها 8000 درهم فيها واحد بركة المفاهمة. قطعة أرضية جات مشمشة في موقع رائع حدا العمارات ديال الجامع، تجزئات الجامع طنجة منطقة قزنايا، قريبا المطار، قريبا طريق الرباط، قريبا قزنايا، قريبا ها هي قطعة جات في الصالة ديالها مخيرة، تجيك تضرب الكراجات تخرج بالكونيس تجي الدار مشمشة تما في موقع بانورامي. هادي تجزئات الجامع طنجة قزنايا، ها يعني التجزئة مسلمة جاهزة للبناء، اللي كيهمو الأمر مرحبا. قطعة أرضية هي هادي كتجي من لهن، كتجي فحالك هيدا، كطلع فحالك هيدا تما من هاد الاتجاه. قطعة أرضية هي هادي.